السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى عطية، والنهاردة في هذا الفيديو هنتحدث حول فرص خريجين المعاهد والأكاديميات في كلية الشرطة كمتخصصين أو الجيش، نظرا لأن كتير جدا بيستفسر بخصوص هذا الأمر، ولذلك حبيت أن أنا أعمل هذا الفيديو علشان يوضح لحضراتكم هذا الأمر. في بداية حابب أوضح أنه كتير جدا من خريجين المعاهد والأكاديميات أصبحت منتشرة وكبيرة في السوق مصري، وده فرض العديد من التحديات على من يعمل في هذا المجال ان يكون لديه هذا القدر المناسب والمستمر في تطوير مستواه. والحقيقة ان كتير جدا بيتخصصوا في تلك التخصصات، وكتير جدا بيستفسر هل استطيع ان انا كخريج للمعهد والأكاديمية ان يكون لدي فرصة عمل كضابط متخصص في الجيش او الشرطة. ولذلك واحدة من هذه الامور بيعتمد على الاعلان الدوري اللي بيتم وجوده في كل سنة عن طريق نشرات الدورية اللي بيتم الاعلان عنها، هل من المتوقع ان يكون هناك ضباط متخصصين؟ وفي الغالب هتلاحظ هنا ان اغلبية الشروط بتنعكس عليها هذا الامر، وكتير جدا بنشوف هذه الشروط بتقولك ان انا حابب ان هو يكون خريج من احدى الجامعات المصرية او الجامعات الاجنبية في مصر، ولكن في حالة وجود ان هو معهد او اكاديمية ان يكون لديه شهادة معادلة من المجلس الاعلى للجامعات. ولذلك لو انت خريج لإحدى المعاهد والاكاديميات، لاحظ جيدا جدا ان يكون لديك هذا القدر من وجود الشهادة المتخصصة في معادلة من المجلس الاعلى للجامعات، حتى تعادلها بشهادة جامعية تستطيع معها ان يكون لديك هذا القدر الكافي من التقديم في كلية الشرطة او كلية ضباط المتخصصين في الجيش. ولذلك من المهم جدا انك تراعي هذا الامر وان يكون لديك هذا الاهتمام بالتقديم. مرة تانية بيعتمد هذا الامر على النشرة الدورية اللي بيتم نشرها كل عام. هذا الامر قد في بعض الاعوام وجدنا انه لا يتم قبول خريجين الاكاديميات او المعاهد، في سنوات اخرى كان هذا الامر متاح ولكن بوجود شهادة معادلة. ولذلك راعي قدر الامكان ان يكون لديك هذه الشهادة عندك وانك تتابع بشكل مستمر. وفي الغالب هذه الكليات، كلية الشرطة متخصصة او ضباط متخصصين، بتعطي 3 سنوات او 4 سنوات بعد التخرج حتى يكون لديك هذا القدر من التقديم على تلك الوظائف لديها. فان شاء الله يكون حظك فيها، لو فيها هتلاقي ان النشرة السنوية مفصلة هذا الأمر بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن تستغفرك أتوب إليك. لا تنسوا الاشتراك في القناة، ولا تنسوا في حالة وجود أي استفسارات شرفني الرد عليها في التعليقات أو على الصفحة الرسمية على الفيسبوك مصطفى عطية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.